تبدأ بالهاتف النقال يصبح في واقع الأمر يملك وسيلة نشر، وسيلة بث، يستطيع أن يصور أي حدث وأن ينقله فورا، سواء عبر الرسائل المتعددة الوسائط أو ينقله فعلا بالأبلود على شبكة الإنترنت فورا، مثل الحادث الذي ذكرته واستشهدت فيه في البداية في مع السياسي اللبناني وليد جنبلاط. الذي حدث الآن هو فعلا هذه الانقلاب المعادلة، هذا الجديد فيها، يعني الجديد الذي يجب أن نتعامل معه. لم يعد هناك احتكار من الإعلامي، مش حول التقليدي عشان أيمن ما يزعلش، بس ما عادش في احتكار وما عادش الإعلام اتجاه واحد، أصبح هناك اتجاهان، يعني أصبح هناك مصدر ومرسل، والمرسل يتحول إلى مصدر والعكس بالعكس. تعرف الجميع سمع بتجربة ألغور نائب الرئيس الأمريكي السابق لما أسس شبكة الكارنت تي في. كارنت تي في في نسبة كبيرة من المحتوى الذي تبثه هذه الشبكة التلفزيونية هو مستقبل من المرسل من المشاهدين، تقارير صحفية يعدها الجمهور. إذن هناك رؤية مختلفة، ليست المؤسسة الإعلامية التي تفرض شروطها وتفرض الرسالة وتضع مواصفات الرسالة، بغض النظر ما هي المؤسسة، هي المؤسسة مستقلة مع التحفظ على قدرة على نسبية الاستقلال كل مؤسسة. الذي يحدث الآن هو المرسل اللي هو المستقبل هو صاحب الرسالة، فبالتالي يضع انطباعاته وآراءه وأفكاره، وأنا أعتقد أنه هناك تعاطف بين الجمهور المتلقين لهذه الرسالة معها أكثر من تعاطفهم مع الرسالة التي تأتي من مؤسسة رسمية. يعني رسالة جاية منهم وإليهم يعني. نعم، في شواهد كثيرة تقول فعلا أنه الناس يميلون، حتى يعني قضية انتقال المعلومة بالword of mouth فعالة في التسويق أكثر من الإعلان، لأن الناس يميلون لتصديق بعضهم البعض. وبالتالي أنا أعتقد الجديد في هذا الموضوع أن هناك قوة امتلكها المستقبل، امتلكها كل فرد على هذه الأرض، لن يتخلى عنها بسهولة مهما قيل أن المؤسسة الإعلامية ستتطور، ستعيد تشكيل نفسها، الصحيفة تصبح على الإنترنت، تنتج موقع تفاعلي. في واقع الأمر المسألة تجاوزت. طيب اسمح لي أنتقل عند هذه النقطة للدكتور عمار بكار. يعني يتهم الإعلام التقليدي أحياناً أنه يحاول أن يتصاب بأخذ بعض صفات الإعلام المعاصر. MBC وأنت مسؤول عن الفيوتشر ميديا فيها، إعلام المستقبل، ونسميه أحياناً نيو ميديا، أنا ما أعرفش إذا كان نيو ولا لأ، قديم ولا جديد. هل هي محاولة الانتساب إلى عصر آخر؟ أظن أن ما يحصل في المؤسسات الإعلامية منذ أن بدأت الصحف الأمريكية بوضع مواقع لها على الإنترنت ومحاولة استراتيجية لاحتساب ما قد يحصل في المستقبل. الأصل في أي وسيلة إعلامية هي المادة الإعلامية، هي الفخر الذي تحمل المؤسسة الصحفية أو المؤسسة الإعلامية وتقدمه من خلال مختلف وسائلها. إذا قدمت معلومة من خلال الصحيفة أو من خلال الموقع أو من خلال الموبايل فهي الأساس الذي تبني المؤسسة حوله مصداقيتها وتبني علاقتها بالجمهور، ولذلك طبيعي أي مؤسسة إعلامية أن تحاول أن تصل لجمهورها من مختلف الوسائل، أن تحتسب للمستقبل. ده الجانب الأول، هو جانب استخدام الوسائل في نقل المادة والمحتوى إلى الجمهور، يعني ما زلنا في اتجاه واحد. لكن أيضاً بلا شك هي نظرية مكلوهان أظن أنها مهمة جداً في فهم الإعلام الجديد، عندما يقول بكلمات في منتهى الإبداع الوسيلة هي الرسالة. النظرية هذه كثير من الباحثين الإعلاميين يؤمنون بها، وهي أن الوسيلة تترك أثرها الحاد والعميق على الرسالة، على الرسالة الإعلامية. الإعلام الجديد وهو الإعلام الذي يعني مبني على تقنيات جديدة له خصائصه التي تترك آثارها على الوسيلة الإعلامية، ولذلك عندما يكون النقل أو الدمج بين وسيلة تقوم على تكنولوجيا مختلفة إلى وسيلة تقوم على غالباً أحدهما يؤثر على الآخر بشكل سلبي، لأن كل وسيلة تحتاج رسالتها الخاصة بها. بالتأكيد عندما تذهب للإعلام الجديد للتقنيات لها خصائصها، من هذه الخصائص التفاعلية، مشاركة الجمهور، ما يمكن تسميته بالإرسال الجماهيري والاستقبال الجماهيري، هذا يأتي ضمن الوسيلة، وأي مؤسسة إعلامية تتجاهل ذلك في رأيي تفشل في اقتطاف ثمار الإعلام الجديد. عندما تأتي صحيفة وتضع موقعنا للإنترنت فيه نفس محتوى الصحيفة هي تجاهلت الوسيلة و أحدثت دمجاً
أضر في رأيي بالوسيلتين ربما في نفس الوقت، لأن الصحيفة لها رسالتها الخاصة، لها باكجينج خاص فيها، لها طريقتها في تقديم المادة، لها مادتها الإعلامية الخاصة فيها، لها قواعدها في المصداقية، لها قواعدها في مخاطبة الجمهور، والإنترنت له قواعده المختلفة تماماً. الدمج بين الرسالتين بمعنى يعني هل تعترض على وضع المحتوى كما هو؟ هل يعني ما هو بالتأكيد لماذا بالتأكيد هل نجح موقع نجاح جماهيري يقوم على تقديم محتوى الصحيفة كما هو على الإنترنت؟ في هناك استثناءات، نيويورك تايمز مثلا، لكن نجاح جماهيري بمعنى تجاري ولا نجاح جماهيري بمعنى إقبال؟ يعني معظم الصحف العربية على سبيل المثال وسعت قاعدة انتشارها في أماكن من العالم لم تكن تصل لها الصحيفة الورقية من خلال وضع الصحيفة على شبكة الإنترنت. لماذا تعتقد أنه استخدام وسائل حديثة أو جديدة من قبل وسائل تقليدية يضر بها ويضر بالرسالة؟ الذي حصل أنت يعني هو يضر بالوسيلة الإعلام الجديدة لأنك لم تستثمر فيها. يعني مثلا موقع الإنترنت يسمح لك بتحديثه على مدار الساعة، عندما لا تحدث على مدار الساعة، عندما لا تستثمر هذه الخاصية، عندما لا تستثمر خاصية البحث فيه وقدرته على استيعاب كمية هائلة من المعلومات، قدرة التفاعلية، كيف يتتفاعل عين القارئ مع شاشة الكمبيوتر، كل هذه الأشياء وغيرها من ما يرتبط بها، عندما لا تستثمرها أنت تخسر وتضر بالوسيلة التي هي الإنترنت. إذن ربما تقول أنه كان هناك وسائل أمثل لاستثمار التقنيات الحديثة في عرض المحتوى من الوسائل المعروفة. بلا شك، والمواقع الآن بعد سنوات المواقع التي نجحت هي مواقع ببساطة استثمرت خصائص التكنولوجيا الجديدة. كيف أضرت هذه الطريقة؟ كيف أضرت بالصحيفة الورقية؟ الصحيفة الورقية تستثمر في مادة مكتوبة بشكل معين للورق، هذه المادة يفترض أن توجد بشكل حصري على الورق، ولذلك الصحف الآن يعني تعاني وتشتكي، تقول أنا أعد هذه المادة أبيعها بطريقة بزنس موديل مختلفة، بطريقة أحصل فيها على الدخل بطريقة مختلفة، موجودة على موقع الإنترنت، أنا أضريت بالمادتين في نفس الوقت. ولذلك وهو في نفس الوقت أحياناً يحدث تحويل في المادة التي أعدت للورق ليناسب الموقع، وهذا في رأيي الخلل، هذا الذي يحصل، ويحتاج أن الناس تعود للنظرية الإعلامية الأصلية من اهتمام بقيمة الوسيلة وقيمة خصائصها في صياغة المادة. طب قد نعود للحاضرين للتعقيب على بعض ما قيل، لكن أريد أن أتوجه الآن للسيد حسني. يعني أنت تأتي من قلب الإعلام الجديد، محرك جوجل للبحث كرئيس تنفيذي لجوجل في الإمارات. جوجل بدأ محركاً للبحث والآن يتحول إلى شيء بل وأشياء أخرى، منصة للتفاعلية، خصائص جديدة. لماذا هذا الانتقال؟ يعني أنا بدي أرجع خطوة بس للخلف من أجل أن نستطيع أن نتفق على قاعدة واحدة موجودة. برأيي الإعلام الجديد بحسب تعريفه من اللي عم نحضره مع الأساتذة الموجودين هو عبارة فيه عن طريقتين يجب أن ننظر لهم، هل هو عبارة عن distribution channel أو وسيلة توزيع، ولا هو عن طريقة عمل معينة جديدة بنشتغل فيها؟ لما نقول طريقة توزيع، هل هو عبارة أنه بيكون شاشة الكمبيوتر الموجودة هي الطريقة اللي نعتمد فيها؟ هل أنا بدي أستخدم يوتيوب كموقع مشان أعطي الإعلام الفيديو الموجود فيه؟ ولا بنحكي قاعدين عن أشخاص مثل زميلنا اللي هو بالفكرة الأساسية للإعلاميين أو للموجودين هو مش مؤسسة إعلامية وليس بصحفي بالتعريف الصحفي للموضوع، ولكن هو إنسان زي اللي شفناهم بالفيديوهات اللي عرضتهم، هو إنسان ماشي بالشارع معاه جهاز قادر على أنه يأخذ بأي لحظة أي حدث بصير بأي واحد موجود هون، ممكن يتم يأخذ بأي حدث بتصير وتنتقل زي ما أنت قلت بالأمثلة اللي حكيتها. القوة اللي عم بتصير حالياً بالإنترنت، وهلا راح أحكي عن جوجل بهذا الموضوع، هو عبارة عن إعطاء الإنسان العادي القدرة بأنه يقدر يعطي رأيه ويتفاعل فيه. في أحد الصحفيين العرب اللي التقيت فيه بمطار بلندن قبل فترة كان بيقول أنه كان واقف بس بنتظر مشان يطلب فنجان قهوة، فجاءت سيدة ودفشته ومشان تيجي قدامه، حاول أنه بده بعدين تمالك نفسه ما علقش على الموضوع، خاف بالضبط. فسألته قلت له شفتك حاولت أنك تحكي بالموضوع وأنك تعمل مشكلة، مع أنه حقه لأنه هو واقف على الدور، وأنت قال لي قد يكون بهذه اللحظة أحد الموجودين معاه جهاز التليفون تبعه ويصرح يصور هذا الموضوع، قد يأخذ هذا المقطع أني أنا عم بتهجم على امرأة من أجل عم بحاول بصيح عليها، وهذا قد تعطي صورة سيئة جداً.
القوة الموجودة للمستخدم الآن أصبحت قوة كبيرة جدا، وعم بتغير قرارات دول، عم بتغير تحقيقات بشكل